مشروع محل أسماك بيتميز بأنه مشروع مربح يستطيع أن يحقق عوائد مالية كويسة بشكل يومي، حيث تعد الأسماك من أفضل الأكلات، وتتميز الأسماك بالعناصر الغذائية المرتفعة، حيث يلعب السمك دورا كبيرا في تكوين بنية الإنسان وإعطائه العديد من العناصر الغذائية، وهي ذات قيمة غذائية عالية. وحتى يتم تنفيذ هذا المشروع والحصول على النتائج المرجوة منه، لابد من مراعاة بعض الأمور الضرورية والتي تتمثل في الآتي. أول حاجة، اختيار الموقع المناسب للمشروع. يحتاج هذا المشروع إلى مساحة ما تقلش عن 20 متر مربع، ومن الأفضل أن تكون أمام المحل مساحة فارغة تابعة للمحل حتى يتم استغلالها في عرض الأسماك، وكلما زادت المساحة عن ذلك كلما كان الوضع أفضل. ويراعى عند اختيار موقع المحل أن يتم اختياره في مكان حيوي في وسط منطقة عامرة بالسكان، ومن الأفضل أن يكون موقع المحل في أحد الأسواق الكبيرة حتى يكون المشروع ملتقى نظر العديد من الأشخاص، وذلك لتحقيق نسبة عالية من المبيعات بهدف زيادة نسبة الأرباح. تاني حاجة، التجهيزات اللازمة للمكان. بعد أن يتم اختيار الموقع المناسب لتنفيذ المشروع، لابد من القيام بعمل بعض التجهيزات الضرورية قبل البدء في العمل به، وتتمثل هذه التجهيزات في الآتي. أول حاجة، اختيار نوع من السيراميك العالي الجودة للأرضيات، مع مراعاة أن يكون هذا السيراميك غير ناعم بدرجة عالية، مع مراعاة وجود بلاعة في أرضية المحل لتصريف المياه. ضروري توفير حوض كبير حتى يتم استخدامه في عملية غسيل وتنظيف الأسماك وتجهيزها. لابد من توفير شمسية حتى يتم وضعها على الأسماك المعروضة، حتى لا تتعرض الأسماك للشمس بصورة مباشرة، الأمر الذي قد يتسبب في إفسادها. ضروري توفير مصدر للكهرباء. ضروري تعليق لافتة على واجهة المحل لتوضيح نوعية النشاط واسم المحل. تالت حاجة، منتجات وخدمات المشروع. يقوم مشروع محل الأسماك بتقديم أنواع مختلفة من الأسماك مثل السمك البلطي والبوري والسردين، وهي الأنواع الأكثر طلبا نظرا لسعرها المناسب لفئات كثيرة، بالإضافة إلى القشريات مثل الجمبري والاستاكوزا والكابوريا. كما يقوم المحل بتقديم خدمات التنظيف والشواء والقلي والتتبيل. كما يقوم المحل بتقديم بعض المقبلات بجانب الأسماك مثل الأرز بالجمبري والأرز الصيادية وشوربة السيفود والأنواع المختلفة من السلطات، كما يقدم خدمة التوصيل إلى المنازل. رابع حاجة، المعدات اللازمة لمشروع محل الأسماك. مجموعة من الأقفاص الخشبية والبلاستيكية حتى يتم وضع الأسماك بها، طاولة من المعدن لوضع أقفاص السمك عليها، فرن بحجم متوسط يتم استخدامه في أعمال الشواء، قلاية مطعم كبيرة لقلي السمك بها، عدد 2 أسطوانة غاز، تلاجة لحفظ وتجميد السمك الذي لم يجهز بعد، مقص وأدوات مطبخ لاستخدامها في عملية تنظيف السمك، ميزان إلكتروني أو يدوي، سلة مهملات كبيرة الحجم، هاتف أرضي أو جوال لاستقبال طلبات الزبائن، أكواب من البلاستيك لوضع السلطات والطحينة، أطباق فوم بأحجام مختلفة، سعة 1.5 و1 كيلو، أكياس بلاستيكية وورق فويل وورق تغليف مطبوع عليه اسم المحل ورقم التليفون، دفتر كبير لتسجيل طلبات الزبائن، وقطع أوراق لكتابة اسم الزبون وطلباته ومعاد تسليم الطلب والحساب حتى لا تتبدل الأردلات. خامس حاجة، كيفية الحصول على المنتجات. يوجد العديد من التجار والموزعين الذين يقومون بشراء الأسماك من الصيادين من المناطق الساحلية، أو أنهم يقوموا باستيرادها من الخارج، ومن هنا فإنه يمكن الاعتماد على هؤلاء التجار والاتفاق معهم على توريد كميات يومية من الأسماك.
الأيدي العاملة اللازمة للمشروع. يحتاج مشروع محل الأسماك إلى عامل يقوم بتنظيف الأسماك وغسلها، عامل آخر يقوم بعملية البيع للزبائن، عامل يقوم بعملية القلي والشواء، عامل يقوم بتسوية الأرز بأنواعه وعمل الطحينة والسلطات، عامل آخر لتوصيل الطلبات إلى المنازل. سابع حاجة، كيفية التسويق للمشروع. اختيار موقع مناسب لتنفيذ المشروع حتى يضمن وصول أكبر عدد ممكن من الزبائن، الأمر الذي ينتج عنه تحقيق نسبة عالية من المبيعات والأرباح، الحرص على تقديم منتجات طازجة وخدمة مميزة لكسب ثقة العملاء مما يجعلهم يقبلون على تكرار الشراء من المحل باستمرار، طبع وتوزيع الدعاية على المارة والتي تشمل اسم المحل ومكانه وأنواع الأسماك التي يتم صنعها وأنواع الوجبات المقدمة، عمل إعلانات إلكترونية بهدف إشهار المحل وكسب أكبر عدد ممكن من العملاء، الحرص على البيع بأسعار مناسبة وعدم رفع الأسعار عن المحلات الأخرى، ضرورة طبع اسم المحل وأرقام الاتصال على الأكياس المخصصة للبيع كنوع من التسويق والدعاية للمحل، القيام بتسجيل النشاط التجاري للمحل على جوجل حتى تظهر بيانات المحل عندما يقوم الأشخاص بالبحث إلكترونيا على اسم المحل. نصائح لنجاح مشروع محل الأسماك: لابد من اختيار موقع مناسب بحيث يكون مميز للدرجة التي تجذب أعداد كبيرة من الزبائن، الأمر الذي يترتب عليه تحقيق الكثير من الأرباح، يجب أن يتم الاتفاق مع الصيادين الذين يتمتعون بسمعة طيبة حتى يكون السمك طازج مما يجعل الزبائن تثق في المشروع وتعود مرة أخرى للشراء، يجب ألا تتم المغالاة في أسعار الأسماك عن الأسعار المحيطة حيث يقوم الزبائن بعمل مقارنات بين الأسعار، وفي حالة ملاحظة أي استغلال في السعر فسوف تفقد الزبون للأبد، الاهتمام والمصداقية في مواعيد تسليم الطلبات، الأفضل أن يكون لعمال المحل بما فيهم عامل الدليفري لبس موحد عليه اسم المحل، من الأفضل أن تقوم بطبع اسم المحل وأرقام التواصل على الأكياس التي تستخدمها في عملية البيع، يجب أن يتم الاستفادة من التطور التكنولوجي وذلك حيث يتم تسجيل المحل على جوجل مما يجعل اسم المحل ظاهرا في البحث، من الأفضل أن يقوم صاحب المشروع بعمل كروت مطبوع عليها اسم المحل ويتم توزيعه على الزبائن والأشخاص الذين تتعامل معهم. أحرص على نظافة المكان باستمرار من الداخل والخارج، حيث أن نظافة المكان هي أكثر الأمور التي يهتم بها العملاء، كما أن نظافة المحل دليل على نظافة المنتج مما يجعل الزبون يثق في مستوى الإنتاج لهذا المشروع فيعود مرة أخرى ويعتبر سمعة طيبة للمشروع، الحرص على أن يكون السمك طازج باستمرار وغير مجمد حيث أن هذا الأمر يفرق كثيرا في الطعم ويشجع الزبون على الشراء من المحل باستمرار، الحرص على تغيير زيت القلي باستمرار حتى لا ينتج عنه تغيير في طعم السمك، الاهتمام بصنع خلطة مميزة حيث أن هذه الخلطة هي التي سوف تجذب الزبائن، عند اختيار العمالة لابد من الحرص على أن يكونوا ذوات خبرة عالية حتى يتوافر لديهم السرعة الكافية لإنجاز العمل بشكل أسرع، وشكرا للاستماع.